أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالدور الكبير الذي يقوم به منتسبو قوة دفاع البحرين الأوفياء في الذود عن مكتسبات وطننا العزيز وسعيهم لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وأكد السمو أن أسهامات قوة الدفاع الفاعلة ومشاركتها في حفظ أمن واستقرار المنطقة مع قوات التحالف بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والدول الصديقة والحليفة هي محل فخر واعتزاز لدى الجميع، منوها سموه بمواصلة العمل لتوحيد تلك الجهود المشتركة في مواجهة مختلف التحديات. وعبر سموه عن اعتزازه بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها منتسبو قوة دفاع البحرين والكفاءات التي تزخر بها على مختلف الأصعدة، مشيدا سموه بالمواقف البطولية التي يسطرها رجال قوة الدفاع البواسل لأداء واجبهم على أتم وجه، ومستذكرا ما قدمه شهداء الواجب من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن تلبية لنداء الحق. جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها سموه حفظه الله يوم أمس لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين في نادي ضباط قوة دفاع البحرين. فلدى وصول سموه يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة حفظهما الله، كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع. وتبادل سموه مع القائد العام لقوة دفاع البحرين وكبار الضباط التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها وأمانها وينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والازدهار.